السلام عليكم، اهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطة. النهاردة معنا درس جديد بعنوان ان واخواتها. عرفنا ان النواسخ هي التي تختص بالدخول على الجملة الاسمية فتغير حكمها، وايضا عرفنا ان هناك افعالا تسمى الافعال الناسخة وهي كان واخواتها. وكما ان هناك افعالا ناسخة توجد ايضا حروف ناسخة وهي ان واخواتها. فما الحروف الناسخة وما عملها وما معنى كل منها؟ الحروف الناسخة هي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وعملها عكس كان وأخواتها، فتدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويصبح اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. ودلوقتي هنتكلم عن معناها. فإن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، ولا يصح أن تكون في أول الجملة لأن معناها الاستدراك فيما يستدرك القائل كلامه حتى لا يفهم السامع شيئا آخر غير المراد. فإذا قلت مثلا الجو بارد فقد يظن السامع أن هناك أمطارا، فتستدرك الكلام لمنع الفهم الخاطئ فتقول لكن السماء صافية. وليت للتمني، ولعل للترجي. نماذج للإعراب. أولا المفرد: إن السماء ممطرة. إن حرف ناسخ، والسماء اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وممطرة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثانيا المثنى: مثل كأن الجنديين أسدان، فكأن حرف ناسخ والجنديين اسم كأن منصوب بالياء لأنه مثنى، وأسدان خبر كأن مرفوع بالألف لأنه مثنى. ثالثا الجمع المذكر: مثل ليت المسلمين متحدون. ليت حرف ناسخ، والمسلمين اسم ليت منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، ومتحدون خبر ليت مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. رابعا الجمع المؤنث: مثل لعل المذنبات نادمات، فلعل حرف ناسخ والمذنبات اسم لعل منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، ونادمات خبر لعل مرفوع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم. ودلوقتي هنتكلم عن اتصال الضمير بإن وأخواتها. أي ضمير يتصل بإن وأخواتها يكون اسمها، ويعرب كما يلي: ضمير متصل مبني في محل نصب اسم، ويكتب اسم الحرف الناسخ. مثال: إنه رجل عادل، فالضمير في إنه هو الهاء، ويعرب ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. مثال: قدمت لك يد العون لكنك مقصر، فالكاف في لكنك أيضا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم لكن. ودلوقتي هنتكلم عن دخول ما على إن وأخواتها. وقد تدخل ما على إن وأخواتها وحينئذ تكفها عن العمل، أي تبطل عملها فلا تنصب المبتدأ ولا ترفع الخبر، ويأتي ما بعدها مبتدأ وخبر إذا دخلت على جملة اسمية. مثال: إنما المؤمنون إخوة، إن حرف ناسخ والما كافة، والمؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وإخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تدريبات على الدرس: أعرب الجمل الآتية: إن العلم نور، لعل العاملين مجتهدان، ليت المسلمين متحدون، كأن الممرضات طبيبات، الجو دافئ لكن السماء ممطرة، علمت أن الجنود شجعان. ثانيا أدخل على الجمل الآتية: إن أو إحدى أخواتها، السيارتان جديدتان، الفلاحون طيبون، التلاميذ مجتهدون.